الثقة التعسفي تنفيذا للرأي القومي، هو كيطرح إشكالية هي بحقها ما كيطرحهاش ولكن طرحها النيابة العامة والطرف المدني. يمكنش نحترم الأمم المتحدة كيف ما كنقولوا في المغرب عندها ما نحترموا القرارات ديالها. إذن احترام القرارات يأتي بالتنفيذ. المغرب صادق ودينا بالجريدة الرسمية أن المغرب صادق وشرط جلسة البروتوكول الاختيار. إذا ولا دم تشريعة الوطنية ذكرنا بالخطاب الجلالة الملك بأن المواثيق الدولية هي جزء من الشريعة الوطنية وتسمى الشريعة الوطنية. الخطاب الجلالة الملك تؤكد هذا. ذكرنا كذلك بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ذكرنا بالقرار المنشئ المجلس لحقوق الإنسان اللي كيأكد وفاء الدول التزامات ديالها. إذا المغرب ماشي نجيب حنايا وصيه غرامه مدنيه او اعتقال المغرب مصطلحات كدرغان. كاين نداء عاجل يدير الفريق الاممي داك الدوله من اجل تنفيذ الراي. هاد تنفيذ الراي واش المغرب غادي يكون ضمن الدول التي تلتزم بتعهداتها ام لا؟ فقط هذا سؤال زعما واضح بسيط خاص المغرب يتعامل معاه واحد الذكاء واحد المسؤوليه في المنتظم الدولي او المنتظم الدولي، لان خاصه احنا في المغرب قضيه الانسان عرفنا فيها ثوره على مستوى الدستور على مستوى القوانين خصنا على ارض الواقع نشوفوها غادي ما نبقاوش كيف ما كان التغير فقط في الدساتير والقوانين. النيابه عمليه راسها السيد رئيس النيابه العامه اللي هو عضو مجلس اعلى السلطه القضائيه، وبالتالي عندنا نيابه عامه على الاقل باش نكونوا مفتحوا الجدل الاخر على مستوى النصوص القانونيه. عندنا جهاز نيابه عامه مستقل عن باقي السلطات وجزء من السلطه القضائيه ومستقل عن السلطه التنفيذيه والتشريعيه. اذا ما ثبت ان واحد من النيابه العامه او نيابه عامه معينه تاثرت ب او خضعت لسلطه نفوذ سلطه من السلطات في قضيه ما، راه كاين الاليات، راه عندنا مجلس اعلى السلطه القضائيه، راه ما كاين حتى شي واحد في هذه البلاد ما كيتحاسبش، واش تيتحاسب؟ ولكن جيب الدليل، ما تجيبش المادة أو الفصل، فصل 110 من الدستور تقول له قراءة معيبة، قراءة لا علاقة لها بالواقع، تقول لنا لأنه كيخضع للتعليمات الكتابية القانونية فهو غير مستقيم. إذا أنت كتضرب واحد الحاجة وواحد القاعدة اللي هي مهمة ديال وحدة النيابة العامة. وهذه الوحدة النيابة العامة مهمة ومتلائمة مع دورها المهم لأنها ممثلة بالحق العام وتدافع عن المجتمع وتدافع عن الحق والقانون. أنا ما كندافعش اليوم عن النيابة العامة، أنا كنعطي رأي قانوني لأن المحامي أو المحامية عماد يبحث في ميدان المحاكمات، يبحث على الجدل القانوني المنتج. منين كتلقى بأن كاينة قراءة معيبة للنصوص وتحريف المعنى والمغزى الواضح أمام مبنى الصريح ديال الفصول ديال الدستور، كتحس بأنه شي حاجة مش نادي أولا كتحصر، كتكون حبادة لو كان النقاش أرقى وأكبر من مما نحن فيه اليوم. هذا هو اللي كاين. كاينه مساله اخرى اللي كيتم يتناقشها اليوم هو انهم اعطاوا واحد الحيز لهذا الراي وتم التوسع فيه. الراي الاستشاري ديال فريق العمل اللي كما كنقول ما عنده علاقه بالاليه التعهديه، ما كيدخلش نهائيا في ذاك البروتوكول اللي تيسندوا عليه دابا الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه مع المنتشر صفه، لان هذا كيدور على اليه الشكاوى اللي كتكون من بعد استنفاذ جميع اليات التقاضي داخل الوطن، طبعا تتمشي لها وعندها شروط وعندها شكليات. والمغرب منخرط في المنتظم الدولي ويحترم التزاماته، ما عندنا حتى شي مشكل. حنا من الناس اللي كنقولوا دائما وكناضلوا بانه كنبحثوا على ان المملكه المغربيه تكون اكثر التزاما بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان واكثر انسجاما مع التزاماتها الدوليه، ما عندنا حتى شي مشكل. ولكن باش تجي اليوم وتحرف المعطيات وترد هذا الراي اللي هو غير اليه خاصه تبع المجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحده، ترجعوا اليه تعهديه وتهضر على السند القانوني اللي هو الاتفاقيه الدوليه، وتقول لنا بان تصدير الدستور فيه تسمو ومواثيق دوليه، شد الخليط هذا كيبان لي بان الا كان مقصود راه مشكله، ولكن الا كان غير مقصود راه ماشي مشكله جسيمه. ما حيث ما عرفش الفرق ما بين الآلية التعهدية والآلية الخاصة، أولا ما عرفش شنو هو المسلسل الذي عرفه المجتمع الدولي للخروج بهذا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إلا كان هذا مقصود راهم كيديروا واحد الاستراتيجية اللي أنا من وجهة نظري الضيقة لا أتفق معها، لا تفيد العدالة. حنا ما كنتواجدوش، حنا كنبقاو محامون، حنا ما كنتواجدوش اليوم باش نصرعوا باش نخلقوا صراع ما بين هذا الطرف أو ذاك. حنا كنتواجدوا اليوم باش نقوموا بالدور ديالنا
والمساهمة في تحقيق العدالة اللي هو الدور ديالها الحقيقي، مساعدة القضاء في التوصل إلى الحقائق، كل من موقعه كل يسعى ما يمكن إلى حماية المركز القانوني وكل باستراتيجيته وخطط دفاعية. ولكن هذا ما تعنيش بأننا نوصل أنفسنا أننا نغيب دور ديالنا كدفاع والأساس ديال تواجدنا من المحكمة في المحاكمة اللي لابد أن تبقى عادلة ونبدأ نأثروا فيها. وفي عوض ما يكون تأثيرنا إيجابي اللي هو توفير ديك الظروف والضمانات أو لمساعدة القضاء على التمكن منها لتكون المحاكمة عادلة، كنبداو نأثروا بشكل سلبي نحو تأثير السلبي عن هذه المحاكمة لتكون غير عادلة. وأنا كنقول من هنا الدفاع ديال المتهم هو أكثر من تسبب في حرمان هذه المحاكمة من الجو اللي ممكن أن توصف فيه بعادلة.